أسعد الله صباحكم بكل خير. إلى تفاصيل النشرة الجوية من جريدة وقناة أحواز برس الإلكترونية، أهلا بكم. أين تشهد أجواء جوية مستقرة على كافة ربوع الوطن، وأيضا استقرار كل العناصر الجوية. الأجواء لنهار اليوم تبقى صحوة على كافة المناطق الشمالية وانقطاع الضباب الذي يميز حاليا السواحل. ستتشكل بعض السحب الركامية بالغضاب العليا ومن منطقة الأوراس، لكن تبقى بدون فعالية. أما بالنسبة للمناطق الجنوبية، الأجواء تبقى مغشاة جزئيا على شمال الصحراء، الجنوب الغربي وشبه رعدية بأقصى الجنوب بوسط الصحراء، وكذلك بالهجار والتاصيلي. كما ستنشط بعض الزوابع الرملية بأقصى الجنوب الغربي ووسط الصحراء، مما ستجعل الرؤية ضعيفة محليا. أما عن الحرارة القصوى، يبقى عنصر هام يميز حالة الطقس نهار اليوم، إذ ستقارب 29 درجة، هذا تقريبا على كل المناطق الوسطى، وترتفع 33 بتيزي وزو، 26 على كل الهضاب الوسطى، وفي حدود 30 بشمال الصحراء، وترتفع 39 بأقصى الجنوب. حالة البحر لنهار اليوم، البحر جميع على طول الشريط الساحلي، رياح من ضعيفة إلى معتدلة، الاتجاه سيكون من شرقي إلى شمال شرقي. نصل إلى طي ورقة الطقس من جريدة وقناة أحواز برس، دمتم في أمان الله.